هون تابعينا اكيد بصباحنا والى فقرتنا التاليه اللي رح نحكي فيها عن برنامج شوف الشارع، منصه شوف وهي منصه فيديو اجتماعيه تهدف الى اظهار المشاعر الانسانيه وتجسيد القيم الاخلاقيه الاصيله في ظل الظروف الاجتماعيه الصعبه اللي عم نعيشها. بتبقى التجربه من الشارع بتنقل الصوره بكامل مشاعرها وعفويتها وصعوبتها احيانا. من هيدا المنطق قرر بدر الحرش انه يجوب بالشوارع بسوريا، وخلينا نروح ونعيش معه الفكرة ونرجع نقول له صباح الخير. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. شغال هذا العرض عمي بطاطا؟ شغال عمي شغال. الله يرضى عليك. والفريز؟ شغال عمي كله شغال. اعطينا شي كيس بطاطا. اعطينا شي صندوق فريز الله يرضى عليك. على راسي شفية يلا اعطينا كيس بطاطا وسحارة فريز. شو حسابهم هذول عمي؟ 4000 عمي. على راسي شرف عمي. هاي كيس بطاطا، هاي سحارة فريز. شو هذا عمي؟ هاي كيس بطاطا وسحارة فريز. كيس بطاطا وسحارة فريز. عم ضحك عليك لك عمي. على شو بدي ضحك عليك لك عمي؟ لك عمري انا عم ضحك عليك. على شو بدي ضحك عليه؟ هي كيس بطاطا وهي سحارة فريز، حتى كان عليها عرض، كانت ب 2500 بس رجعت ب 2000 مع العرض. شو بدي رجع لي انا عمي؟ ما بدي. شو بدي رجع لها؟ رجع لي مصاري عمي. على شو بدي رجع لها؟ كم اشتري؟ عمري انا عمري وشيبتي الشيبه. والله عنا الغرض الذي يباع لا يرد ولا يبدل يا عمي. شو عم تمزح معي يا عمو؟ هل شو بدي امزح معك؟ امزح ولعبك هلا انت مو شري؟ شكلك انت مزح. شكلك انت اللي عم تمزح، بدك اياهم مليانين ب 2000؟ خلص طول بالك يا عمو. شو طول بالي؟ طول بالك والله عم نمزح معك، طول بالك كاميرات بمحل وأكل قتلة بدر كان رح يروح فيها. صباح الخير بدر. صباح النور، سعد صباحك، بونجورك. صباح الخير صباح بدر النور. يعني من عدة أشهر كلياتنا كنا عم نشوف تجارب اجتماعية من القاسي شوي على السوشيال ميديا وكثير تداولوا العالم. خلينا بداية نحكي كيف طلعت الفكرة ببالكم. هلا الحقيقة أنتم كل شيء عم تشوفوه عن طريق هاي المنصة هو من وحي الواقع. يعني مثل بيحصل قدامي موقف، يحصل قدام اي حدا موقف، بنجسده لفكره وبنشتغل عليه. انا صار اول موقف قدامي حبيت طرحتها في نحن بالشركه فريق كبير بترأسنا حدا نحن بنسميه بالشركه هو المخ اللي هو الاستاذ الان كيكي، وانا بوجه له اكبر تحيه عبر شاشتكم. نحن بنطرح عليه الحوار وهو بيجسد لنا اياه لفكره وبيطرح لنا اياه كيف بدنا نشتغله. تمام. يعني اليوم بدر نحن يعني السوشيال ميديا صارت كل حياتنا بسبب قطع الكهرباء، بسبب انه يمكن ما كثير بقى فينا نستخدم التلفزيون مثل الاول، ولكن السوشيال ميديا احيانا بتاذي واحيانا بتفرح. اليوم انتم كشباب كمنصه عم يمكن عم تدخلوا لكل البيوت لكل القلوب بشيء مهضوم من وحي الواقع، انه سحارة الفريز ب 2000 ليرة هي عن جد السحارة ب 2000 ليرة. قد هو يفكر انه هيك هو فكرة يعني مليانة، فكرة مليانة. اليوم قديش نحن بحاجة للبسمة يمكن لنخفف من مرارة الواقع والغلا يلي عم نمرق فيه كلنا. اكيد هو هذا الشيء مزبوط، بس في شيء بيفرق عن شيء. المنصة الاجتماعية غير المقالب الكوميدية، صح. هذا طريق وهذا طريق. نحن من خلال المنصة الاجتماعية الأفكار كلها عم نطالعها من وحي الواقع. نحن كونا عايشين بهالبلد وعم نشوف كل شيء وعشنا الحرب بكل ظروفها، فقررنا نجسد هي الفكر ونشتغل عليها. نعم. كثير الناشطين على السوشيال ميديا المؤثرين او حتى اليوتيوبرز اختاروا دائما مجال اذا بدنا نقول التجارب الاجتماعيه، شفناها عالميا ولكن بسوريا كنتوا نوعا ما سباقين بهذا الموضوع. احكي لنا هيك من كواليس العمل، مواقف مرت معكم باحد التجارب الاجتماعيه. هلا كثير بيمر معنا مواقف كثيره، وفي كثير مواقف نحن بنكون شاغلين عليها 3 و4 ساعات لحتى ناخذ حاله او نشتغل عليها. بالنهايه نحن بنسال اللي عاملين في الضرب انه ممكن نحن نعرضها، بيقول لنا لا، فشغلنا كله بيروح على الفاضي. كثير تعرضنا لمواقف ضرب، تعرضنا لمواقف شتم، تعرضنا لكثير شغلات من هي النواحي. هلا كتعب نحن تعبنا انه
نستنى حالة لحتى ناخذها، نستفزها، نعطي عليها لحتى نصير غضبه، لحتى يطلع منه ردة فعل تكون حلوة. وبالنهاية مثل ما خبرت حضرتك انه احيانا بنشتغل 3 و4 ساعات وما فينا نعرض شيء بيكون هي، واحيانا بننزل بناخذ موافقته وبننزل ان كان شاب او ان كان صبيه، وبننزل نحن على الموقع وما بيعترض وقت اللي بينزل الفيديو، فبنضطر انه نشيله. يمكن ما بيخطر بباله انه رح يصير هذا الانتشار كله تفاجأ فيه. تمام بدر، خلينا هيك نتعمق بمنصة شوف الاجتماعية ونحكي قديش عمرها، كيف بلشت الفكرة، شو هي الفئات المستهدفة، شو هو الشيء اللي بينعرض على المنصة؟ هلا الشيء اللي بينعرض على المنصة هو كله من وحي الواقع. في كتير فكر شفتوها أكيد، منا الابن اللي عم يشتم أبوه قدام العالم، منا الزوجة، يعني هي حالات اجتماعية، هي حالات اجتماعية وكلها حقيقية. عم نمثلها، نحن عم ننشطها بشي تمثيلي، بس نحن ما عنا شي تمثيلي، يعني نحن بنعمل الحالة قدام، بيكون تجمع أو شي أو على هو الحالة شو بتشوفوا ردات فعل العالم، بنشوف ردات فعل العالم، وعلى هذا الأساس بنشتغل. طيب إنه يعني في كثير ناس رح يتنمروا ويقولوا لكم انتم شو اخصائيين اجتماعيين ولا اخصائيين نفسيين لحتى تحللوا لحتى تقيموا هي الحاله. اكيد تعرضتوا، ولكن خلينا نحكي عن بعد طرح الفكره وتنفيذها على ارض الواقع، في مغزى لازم يوصل للناس. يعني مغزى. اوكي عن ارض الواقع انتم عم تقوموا بهذا العمل او هذا الدور، ولكن خلينا نحكي المغزى، الفكره، العبره من اي يمكن سكتش بتقوموا فيه، كيف؟ هلا المغزى الداخلي والخارجي، المغزى الداخلي خلي العالم تحب بعضها. يعني انا صار قدامي كذا موقف، تكون مثلا خناقه صايره او يكون صاير اي شيء او يصير حاله مثل اللي صايره معنا، كثير عالم بتشوف مثلا حدا من الفريق واقف مثل انا مثل اي حدا طلع بفيديوهات صافه قدامي، بتتدخل تصير اصلا تفكر تجربه اجتماعيه او شيء. هلا انا بفرح بهذا الشيء، يعني لو كانت هي حقيقيه، بس انه صارت العالم بتحب بعضها، صارت تساعد بعضها حتى لو بظل انه لو مفكرين كاميرا، لو مفكرين تصوير، لو مفكرين اي شيء. هلا رسالة للخارج، نحن كثير سمعنا عن انه بيحكوا عنا انه نحن شعب ميت، شعب ما بيحب بعضه، شعب كذا. لا، نحن بنوصل رسالة للخارج كونه نحن شباب، نحن بنوصل رسالة للخارج انه نحن لساتنا شعب بيحب بعضه، لساتنا شعب عنا امل، عنا شغف الحياة، شعب عنده مساندة لبعضه، بيحب بعضه وبيساعد بعضه. نعم، يعني بدر رسالتكم واضحة، ولكن خلينا نحكي على أرض الواقع، كنتوا عن جد تلاقوا العالم يتدخلوا، عندهم هي الحمية، يدافعوا عن الأشخاص بالنسبة يعني أكثر من إنه أنا ما دخلني بالموضوع؟ هلا بيقولوا إنه انخليت خربت، هلا إحنا من الموقف نعيده كذا مرة، يعني بنشوف حدا جاي مثلا لحتى يصير تجمع، لحتى يصير شيء، بنكون عم نصور بمحلات احيانا بنستنى زبون لحتى يفوت زبون ثاني، نعمل قدام الموقف احيانا ما بيطلع منه رده فعل، احيانا بيتدخل فورا. فلهيك انا ذكرت انه كثير بناخذ وقت لحتى يطلع معنا التجربه الاجتماعيه وناخذ رده الفعل اللي بدنا اياها. تمام، خلينا بدر نحكي عن ما وراء الكواليس، عن يمكن تحضير الافكار، تحضير حالك لانك تقوم بالدور. انتم كم حدا فيكم؟ نحن فريق كبير. تماما، كم حدا؟ كيف دربتوا حالكم؟ كيف صرتوا هيك تساعدوا بعضكم كشباب؟ في حدا منكم اكاديمي؟ يعني لا ما عندنا حدا ما في، كله مواهب. تماما، خلينا نحكي هيك عن هي الحاله، يعني الفكره اللي انا بدي اوصلها للناس انه يمكن الانسان من ولا شيء يخلق شيء، يعمل شيء، دائما يكون عندنا ايماننا باي شيء نحن بنمتلكه بالحياه. تمام، هلا بحكي من عند حالي انا. انا من انا وصغير بلشت بشيء خفيف اللي هو كاميرا الموبايل، بجسد هيك شخصيات صغيره كوميديه. بصور على الموبايل، صورها لنفسي يعني كرمال انا اشوفها، كرمال ورجيها لرفقاتي، لاهلي، لاقاربي، لاي حدا. صار وتعرفت على الاستاذ آلان وجربني بمنصه شوف. طبعا منصه شوف حبيتها اكثر من اي شيء، لانه منصه شوف اعطتني تجربه كثير كبيره، خلتني من خلالها جسد كثير ادوار، يعني خلتني اطلع من الشيء الكوميدي اللي انا كنت فيه. انا ما كنت اشتغل غير الشيء الكوميدي، اشتغله طبعا لنفسي، ما انشر باي ارض. فمنصه شوف اعطتني كثير فرصه قويه، ومثل ما اعطتني اعطيت غيري، جسدت فيها كثير ادوار، منها المضحك، منها المبكي، ومنها اي شيء يعني بيخطر على بالك. واكثر شيء بيحكوا عني العالم اني مستفز. انا بفرح بهذا الشيء انه بيحكوا عني مستفز، لانه انا وقت اللي بيقولوا عني هيك العالم فانا عم اوصل الرساله صح. انا اكيد ما عم بيجي اعمل تجربه مع حدا واحكي معه بقلب بارد او احكي معه هيك بهداوه، لانه هو ما حيطلع منه رده فعل.
تمام، يعني لما عم نحكي بشغلكم اكيد هو في قدرات تمثيليه، يعني سواء كنت عم تحكي بالمقالب الخفيه او حتى التجارب الاجتماعيه، شو بيفرق اليوم انت لما المقالب الخفيه عن التجارب الاجتماعيه؟ ممكن يكون في تجربه اجتماعيه نعتبرها فيها ضحك، يعني نستخدم فيها حس فرح؟ منبلش بالتجربه الاجتماعيه كثير. هلا هي كلياتها بحس بعض منا اللي عاملين فيه ضرب بحس بالفخ، بس نحن من كثر ما بنكون مستفزين وهيك ومطالعين دمه مثل ما بيقولوا، نحن بننهيها معه ببسمه، بننهيها معه مثل بشغله كوميديه لحتى هو يهدي ويستقبلنا ويقبل الفكره اللي نحن اشتغلنا فيها. تمام. بدر، يمكن اليوم طرحنا حالة حابين العالم يشوفوها، حابين يشوفوا كيف يمكن بتشتغلوا، هيك موفقين بالمنصات، موفقين بكل شيء عم تقدموه، واكيد في شيء لرمضان هلا خاص تقريبا في افكار كثيره، اكيد كثير في افكار لرمضان. طيب موفقين يا رب كل الفريق، تحيه كثير كبيره لكم وشكرا كثير لك.